بسم الله الرحمن الرحيم. كزائر وكقريب للأخ الفنان، في الحقيقة اللسان يعجز عن الحديث عن هذا النوع من الفن الذي يعتمد في غالب الأحيان على الخلفية السوداء. ولقد شاهدت مرارا وتكرارا يعني امتثال هذا الفنان للوحته التي يستلهم شكلها ونوعها، وفي نفس الوقت اللون اللي يعتمد عليه هو لون في الحقيقة يعني كيجي من واحد الواقع اللي ربما الفنان عبد القادر بن البشير كيستلهمه ماشي من المخيلة ديالو، بل من شيء شاهده و ترسخ في ذهنه الى ان يعني طبقه وقام برسمه. اعتقد انه كما قلت في البدايه ان اللسان يعجز عن الحديث امام هذا النوع من الفن، الذي ما احوج المنطقه الشرقيه الى مثل هذا الفن، لانه فن عريق وفن يعني كيعطينا جميع ما كتصف به الاصاله ديال البلاد، لا من حيث المعمار ولا من حيث يعني الفن التشكيلي السابق والفن المعماري الاصيل المغربي الاصيل الذي يعتمد على اصالته الحقيقيه. وبقي لي ان ادعو لهذا الفنان بالنجاح ان شاء الله والرقي، ولكم كذلك، والسلام وشكرا.